اهلا سي صوالح. اهلا وسهلا. اهلا اش كدير هنا؟ صافي لاباس عليك كلشي مزيان بخير؟ وراك عارف لي انا فين ما تكون جروب علالي راه غتلقاني. اش بينكم وبين هاد العلالي؟ واه شوف لا ما نبقاو نهضروا واش انت اول مره غتلقاني معاهم؟ هادي ما غتلقاني معاهم. سي صوالح اشنو هو الجديد ديالك؟ والجديد كيف ما كتشوف كاين المسلسل ديال عيشه، المسلسل زوين بزاف اللي كيحقق واحد النسبه ديال المشاهدات طالعه والحمد لله الناس كتفاعل مع كاع الشخصيات وكيتفاعلوا حتى معايا انا الشخصيه ديال عبد المولى اللي كان شلاه بي ودابا راه ولا الله يعمرها دار. وكاين واحد المسلسل اخر ان شاء الله غيدوز في القريب العاجل ديال بنات اليوم باقي ما داش ومفاجآت عديده كانوا العديد من الجولات والسهرات كما كتشوفوا حنا دابا في باري وسجلنا جزيرة الكنز اللي كانت جزيرة الكنز جزيرة الكنز شكون اللي كان معاك انت في الجروب ديالك؟ والحناشي وال لا غنتفرجوا في هذه الحلقة ديما تغدوز مازال ما عرفناش البروغرام كيفاش ولكني كانوا فيها مفاجآت جديدة هذا العام وكانوا عشرية خويا 16 شوف انا ساري كونترا كيقول لي ما تقولش ما تقولش اخويا عشرية 16 لا احنا ما بغيتيش يتفرجوا فينا في المغرب احنا في فرنسا دابا شنو بغيتي دابا قولي شنو بغيتي احنا في فرنسا ما بغيتش نقول لك شنو التبركيكة اللي بغيتي لا قولي شكون اللي كان معاك في الجروب ديالك لان ولا دابا الكونسيبت دابا اللي ولا جديد ولاو فيه 8 كيديروا 4 مع 4 لا ماشي كونسيبت جديد 4 مع 4 هو كان بزاف ديال لي كونسيبت كانت جزيرة الكنز اللي ولفوها الناس وكان بحال تزاد واحد الجو اخر كيلعبوا 4 ضد 4 كانت زوينة حتى هي فيها الفرجة غادي تقول لنا شكون اللي كان معاك ولا غتخليها مفاجأة هو واحد القضية راه 4 اللي كيلعبوا ضد 4 الجمعيات دائما فائزين باش نعرف الجروب ديالكم انتم واش ربحتوا ولا وشوف بالله اعلم الله اعلم اخويا المهم كيف ما قلت تبارك الله عليك سي صوالح راك باريس راك فرنسا صافي يا سيدي خليني نمشي نتغدى